يبقى زي ما ذكرنا احنا في الاندر فيت والاوفر فيت ايش بنسوي؟ بنسوي عده موديلز باحجام مختلفه. بنشوف التايني موديل ايش عامل هو في الداتا سيت هذه. عندي 16 نيورون 1 لاير بالاضافه للانبوت لاير اللي هو 28. الداتا سيت هذه 28 عمود في 11 مليون سجل. تمام؟ شوف لي الرسمه مع الايرلي ستوب. في النهايه انه احنا بنوصل لمرحله انه انا عندي التريننج ايرور بيكون بالنازل والفاليديشن بيستقر فخلاص بعمل ستوب. الرسمه هذه اختلفت كثير، اختلفت شويه مع كل ران، بس انه هي نفس الفكره. انه حتلاقي في المنطقه هذه انه التريننج في النازل الايرور والفاليديشن سواء حالتين، يعني سواء انه مستقر او في الطالع ساعتها لازم تعمل ستوب. مش هذه هي البوينت، البوينت انه احنا بدنا نقارن هذا البلوت تبع التايني موديل مع السمول مع الميديوم مع اللارج. شوف لي السمول ايش عامل. طبقتين، هذا كان طبقه، هذا طبقتين بس اللي ضايفوا عليه. وهنا عدد الترينبل باراميتر 753، هنا قديش كان؟ 481. اوكي، حقيت الميديوم ايش سوى؟ ضاف كمان طبقه. تمام، السمول طبقتين، الميديوم ثلاثة بالضبط بالإضافة للإنبوت. تمام، نفس السايز، فبالتالي صارت البارامترز أنا عندي هنا كانت 753، هنا صارت 10241. إنه كيف شكل الأوتبوت بس؟ لا اكيد طبعا طبيعه الحال بيأثر. اكيد طبعا اكيد. لا هو بتلاقي انه هو يعني بيستخدم لك في الشغلات اللي هي الموست كومون اللي بتجيب لك اقل ايرور. يعني كمان يعني قبل 10 سنوات او 15 سنه كانت السيجمويد هي شائعة انه انت تستخدمها، فالان طلعت اكتيفيشن فانكشن البرفورمانس تبعها افضل من السيجمويد زي الريلو مثلا، صرت انه احنا نستخدمها. يعني اليوم نعمل نادر جدا، لانه في دوال انه البرفورمانس تبعها افضل منها من ناحيه كديب نيورال نتورك. تمام، فلاحظ انه في الميديوم توقف بعد قديش؟ بعد 200. السمول ما تتوقف بعد 800. نيجي لللارج، اللارج هنا ايش كبر؟ كبر على مستويين، عدد النيورونز وعدد اللايرز، ضاف طبقة جديدة وكل طبقة فيها 512 بالإضافة للإنبوت 28، فبالتالي الكباسيتي تبعتها إنه فيري لارج. تمام؟ هنا you can create even larger model انه to see how quickly it begins to overfit. على طول حيبدا في الاوفرفيت. تمام، ف قديش عدد البارامترز انا عندي؟ 800000 803000 توتال بارامتر، وتوقف بعد ال 200 مباشره. ستة وستين. تمام، validation accuracy، لكن هنا 100%. هذا 70، 76 عفوا، 69، 68. فبتلاحظ انه الاكيورسي تبعت التريننج كل ما زودت النتورك كل ما بتزيد. تمام، لكن الفاليديشن هنا كلهم عند الستينات. الفاليديشن يعني اكيورسي كلهم عند الستينات. اللارج موديل بدا عند 66، بعدين الميديوم 65، ستة وخمسين هذه اللوس، 66 برضو، فبالتالي انه بيراوح في مكانه يعني.
بس تمام. فالآن صارت أنا بدي أرسم الرسمات هذه كلها مع بعض، بدي أرسم الرسمات هذه كلها مع بعض. طيب عشان تقدر إنه تميز الفرق بيناتهم إيش سوينا؟ السايز هيستوريز كلها ضافهم مع بعض، لأنه كل مرة بضيف على الديكشنري. أنا عندي هنا السايز هيستوري أوف اللارج، كل مرة بضيف، مش إحنا هنا عملنا ديكشنري فاضي. هذا سايز هيستوريز، فبالتالي هنا ضاف انتري للتايني تمام، اللي هو الهيستوري تبع التايني موديل، وبعدين ضاف هنا السمول، وهنا ضاف الميديوم، وهنا ضاف اللارج تمام. فالان هنا عمل بلوت للسايز هيستوريز للاربع موديلز، وايش عمل؟ لوج سكيل تمام، طبق اللوج عشان يقدر انه هو يميز الفروقات. فبتلاحظ انت عندك هنا هذه الباينري كروس انتروبي كاكيورسي تمام، وهي الرسمات هذه كلها زي هيك. طيب اطلع لي على الرسمة، عندك هنا تايني ترين تايني فال اللي هو الأزرق بالإضافة للأزرق الداش تمام. بتلاحظ انه هذا عبارة عن باينري كريست كروس انتروبي، فهذا عبارة عن accuracy تمام. كيف؟ صحيح. طيب أجد كيف؟ أكيرسي. استنى. أجد في الهيستوريز هو ضاف كل ال... ضاف كل حاجة. وهنا لما انطلب يعمل بلوت بلوت لا مستنى. training loss and the dashed line validation loss loss هذا 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 الليبل غلط تمام. كيف هنا هنا مكتوب binary cross entropy، binary cross entropy ك accuracy تعتبر binary cross entropy accuracy. كيف الرسمه للايرور هي مكتوب هنا انه the solid lines هي training loss والداش لاينز هي validation loss تمام. remember a lower validation loss indicates a better model. طيب هجيت نيجي الى رسمة نعم نفس ال value نفس ال value بالضبط نفس الفرق. لا كيف؟ هاي الفال لوس مظبوط نفس الاشي. الفال لوس انت عندك 67 88 وهنا 67 88 نفس الشيء. الفال
باينري كروس انتروبي هو نفسه اللوس، فبالتالي هذا ايرور. تمام، هجي تطلع ايش بحكي لك هنا، انه only the tiny model manages to avoid overfitting altogether. بقصد على الترين والتست. تمام؟ واللارجر مودلز بتصير لها overfit للديتا more quickly. وهذه الشغلة بتصير بشكل سيفير شديد في اللارج موديل، أكثر حاجة بتكون إنه هي مبينة. تمام؟ وعشان إنه تشوف الشغلة هذه، إنه ممكن أنت تعمل سويتش للبلوت تبعك لللوج سكيل عشان تشوف إنه إيش الفرق. هجيت تطلع لي هنا في الرسمة. إيش بتلاحظ؟ إنه أنت عندك التايني موديل هنا، كل ما حكينا انه كل ما كان نازل بيكون انه بيتر موديل، فبالتالي انا عندي الترين والفاليديشن هيهم ماشيين مع بعض لغايه منطقه معينه، الترين هيو صار في النازل والفاليديشن صار انه هو في الطالع، فبالتالي هنا طول الفتره هذه كان بنجنب الاوفر فيتنج لغايه لما وصلنا لمنطقه الايرلي ستوب، فبالتالي الموديل هنا انه ممتاز. بقيه المودلز انا عندي، نيجي نطلع هنا على السمول اللي بعده مباشر، هذا اللون اللي هو هذا اللاينز، صح؟ هذا برتقالي. تمام، هذا اللاين، هذول الاثنين، هذول الاثنين انه ضلهم ماشيين نازل 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 زي هيك، بس انت بتلاحظ انه الفاليديشن كان بيطلع وبينزل لغايه منطقه معينه هنا. تمام، انه التريننج ايرور صار في النازل والفاليديشن انه هيو بدا في الطالع. تمام، عند المنطقة هاي، فبالتالي هنا التايني موديل تجنب برضو الاوفر فيت، بس السمول موديل تجنب برضو الاوفر فيت، ولكن انه التايني موديل كان انه هو استمر اكثر من هيك في الموضوع هذا، لانه هنا كان في استقرار وبعديها هيو هيك بدا يطلع، فبالتالي هنا التايني موديل انه كان احسن منه شوي مش كثير، very slight يعني. تمام، طيب نيجي للي بعده، بعد سمول الميديوم اللي هو هذا اللون. شوف الميديوم انت عندك على طول هي اللاين هذا كل ماله في النازل، انت عندك في التريننج، لكن الفاليديشن هي طلع فوق، شايف كيف هوب طلع فوق زي هيك، فبالتالي انه كثير ابتعد عنه، فبالتالي هنا اتجه باتجاه انه عمل ميمورايز لاكزامبلز انه يعني بيرفكتلي، بينما انه على الانسين اكزامبلز انه الاداء تبعه سيء للغايه. فبالتالي هنا السايز تبع النتورك هذه انه لا تحفظ الاكزامبلز، فبالتالي الميديوم في اوفر فيت بشكل ايرلي. وين هذه الفتره بدت؟ هي عند الفتره هذه. لسه انت عندك التايني والسمول استمروا في العمليه هذه او في الليرنينج بشكل افضل لمرحله ابعد من السمول الميديوم موديل. تمام، لكن اللارج بدا مبكرا هذه الشغله. لاحظ انه اللاين هذا اللي هو باللون الاحمر هاي تريننج ايرور هيو هيو في النازل قاعد، تمام، لكن الفاليديشن على طول هيو بدا يطلع فوق من مبكرا بالضبط من 12 من 1200 بالضبط. فبالتالي اي سايز انت تختار من هدول السايزز بدك انه انت تلف حوالين الميديوم التايني والسمول، عفوا التايني والسمول. ممكن التايني انت تحاول تكبره شويه، تمام، ممكن التايني تحاول انه انت تكبره شويه وتشوف والله لقيت انه زادت الاكيرسي، اه بتستمر، ممكن انه انت كمان مره تحاول تكبره شويه، تمام، بس ما تصلش للحجم تبع السمول. فبالتالي انت وصلت لمنطقه انه والله هذا التايني هو اللي بدي اركز عليه وبدي احاول انه اعمل له تونينج اكثر. الاندر فيت انه كل المنطقه هذه انت عندك في البدايه انه الاندر فيت هيك بتكون. الاندر فيت كل هاي المنطقة هذه تعتبر اندر فيت. يعني
حاجة. ليش؟ لأنه أنت عندك عدد الإيبوكس قليلة، تمام؟ فبالتالي هو محتاج فرصة أكثر إن هو يتعلم. لكن كيف؟ لا أنا لسه جاي لك في الكلام، بس خلي قبل أفهم السؤال تبعك. من ناحية underfit، من ناحية إيبوكس، إنه أنت عندك كلهم انه في البدايه انه اندر فيت. ليش؟ لانه لسه ما تعلموش، محتاجين فرصه انه هم يلفوا على البيانات اكثر من مره. هذا من ناحيه الابوكس. لكن من ناحيه النتورك بدك تقارن هذول المنحنيات مع بعض. ان هي واحد انه المنحنى كان انه انه اعلى واحد التايني ولا السمول ولا السمول؟ يبقى السمول هو كان اكثر واحد اندر فيت، تمام؟ وبعديها هيو اجا جنبي التايني، بعديها اجا ايش؟ الميديوم. واقل واحد كان في عنده اندر فيت اللارج. بالضبط. ايش الاندر فيت المفهوم تبعها؟ انه الكباسيتي تبعت النتورك مش قادره تتحمل. فالان اطلع على الرسمه هاي بالمجمل، انه مين النتوركس اللي مش كانت قادره انه هي تستوعب في البدايه، وانه كانت هي اوفر اندر فيت؟ اللي هي التايني والسمول. ومين كان فيها اقل اندر فيت؟ اللي هي اللارج والميديوم. بس الاندر فيت في البدايه هذا طبيعي. ايش المشكله انت عندك؟ في الاوفر فيت، تمام؟ او ايش الفائده انت عندك؟ انه انت بدك تركز على الاندر فيت، وفي النهايه البرفورمانس تبعها انه انت بتدخل في الاوفر فيت بشكل سريع، تمام؟ وفور سمبليسيتي انه الافضل انه انت تختار لك موديل اصغر واداؤه افضل. بالضبط بالضبط، نعم، تمام. هذا الكلام انت ممكن انه انت تعمل له فيجواليزيشن هنا على التنسر بورد بهذا الشكل، تمام؟ هنا بتحدد قديش مقدار السموثينج تبعك، عشان انه شايف انه انت تقدر تشوف الفرق او التفاصيل انت عندك. هذا الايرور، شايف هذا الايرور هيو قاعد بيطلع وبينزل بيطلع وبينزل، كل ايبك، مش كل 1000 ايبك، كل ايبك، تمام؟ فبالتالي انت لو عملته زي هيك بيطلع انت عندك هيو بيطلع وبينزل عندك زي تخطيط فهنا لما تعمل له سموثينج ببين انت عندك اكثر شيء هذا الاكيوريسي. تمام؟ تحت الاخر. هذا الايبك اكيورسي، تمام؟ انا ممكن بعمل لك زوم اكثر. نعم. وهذه اللي هي اللوس، اللي هي لاحظ انه هنا اللوس تبع هذا اللون اللي هو تبع الميديا كان له اعلى لوس في البداية. طيب
كيف بدنا نمنع الاوفر فيت؟ فكده احنا متفقين انه قديش حجم الداتا سيت؟ 11 مليون. والتايني صحيح انه بيصير فيها يعني هي انه تجنبت لوحدها الاندر فيت، عفوا الاوفر فيت بشكل يعني انه هي كانت افضلهم، لكن فعليا انه الداتا سيت كبيره ومحتاجه نتورك اكبر. فبالتالي احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نمنع الاوفر فيتنج للنتورك الاكبر اللي هي السمول واللارج وحتى الميديوم كمان. بدنا نبدا بالميديوم. فكيف ممكن نمنع الاوفر فيتنج؟ فينا عندي اكثر من طريقه. الطريقه الاولى اللي هي الويت ريجولايزيشن. ايش الويت ريجولايزيشن؟ انا في عندي L1 regularization، بروح بضيف لي cost proportional للabsolute value للweight coefficients، وهذه عرضة بنسميها L1 norm. عارف زي كيف انه كل اللي تعلمته هذا بروح بفركش لك اياه. كيف بروح بفركش لك اياه؟ بروح بضيف لك cost الweights اللي انت ضليتك انه ايبوكس وانت تعاير فيها عشان تقلل الايرور، رحت فركشت، رحت ضفت لك قيمه عشوائيه، كوست عشوائيه، تمام؟ حسب ال L1 ريجولايزيشن، تمام؟ ايش الفرق بين ال L1 وال L2؟ انه ال L1 هي عباره عن الابسوليوت فاليو للويتس، تمام؟ هي عباره عن بروبورشنال هذه الكوست فاليو، انه بتكون بشكل نسبي، نسبه مئويه من الابسوليوت فاليوز تبعت الويتس كوفيشنتس كلها، تمام؟ اما ال L2 فهي عباره عن السكوير اوف الفاليو اوف ذا ويتس كوفيشنتس، وبنسميها ال L2. فبالتالي زي كانه بيجمع كل الويتس وبروح بجيب السكوير تبعها وبروح بضيف هذه الكوست لكل الويتس اللي عندي، فبالتالي بفركش الامور كلها، تمام؟ فبالتالي هنا هذا الموديل اي واحد كان؟ هذا اللارج بدنا نضيف له ريجولايزيشن. فبالتالي هاي السايز تبعه 512 لاكتيفيشن. في باراميتر ثاني اللي هو اسمه كيرنال ريجولايزر، فاخترت ايش التايب تبعه؟ L2. ممكن تجرب برضه L1 وL2. فبالتالي L1 ريجولايزيشن pushes the weights towards exactly zero, encouraging a sparse model. تمام؟ L2 will penalize the weights parameter without making sparse, since penalty goes to zero for small weights. فبالتالي هنا هذا هو السبب الوحيد اللي بيخلي انه ال L2 هي more common. اوكي، فبالتالي هنا زي ما انت شايف هنا L2 لكل لاير ضفت L2 L2 L2، وهذا الموديل سميته L2 موديل، تمام؟ ورحنا ضفنا على الهيستوري وهي فيت كومبايل وفيت. تعال شوف الرسمه تبعته، مين كان افضل موديل انا عندي؟ تايني. فبروح بقارنه فيه، يبقى هاي التايني بالاضافه لل L2 ترين وال L2 فال. ولكن المشكله في الموضوع انه هدول الالوان كثير قريبه من بعض. اوكي، التايني وين؟ هذا تمام. يبقى التايني زي ما هو عند ال 1600. ايوه، بدو انه هذا في النازل وهذا استقر، فخلاص بعمل ستوب، تمام؟ لكن ال L2 ترين ايوه صار في النازل، بعديها عالي وبعديها رجع نزل تاني زي هيك، واول ما بدو يفترقوا زي هيك صار في انا عندي ايرلي ستوب عند ال 400 او ال 500 تقريبا.
ايبوك. تمام. هجيت من ناحيه ايرور، مين اقل، ال2 فال ولا التايني فال؟ ال2 فال. انا من ناحيه ايرور واضح انه هو اقل على طول. هاي عمروش وصل هنا، انه في اي منطقة من المناطق عمروش وصل للنقطة هاي. هذا نقطة. النقطة الثانية انه مين وصل لهذه لاقل ايرور مبكرا. انا عندي ال2 عندي ال500 ايبوك. فبالتالي هنا الموديل هذا الكبير بمجرد انه احنا ادينا له فرصة انه هو يتعلم ومنعنا الاوفر فيتنج تبعه، فبالتالي كان اداؤه افضل. فبالتالي انه صاير كباسيتي اعلى مع داتا سيت انه لارج زي هيك، تمام. فبالتالي انه ياخذ فرصته اكيد بيكون اداؤه افضل بكتير. تمام. طيب سكند، انه في الاوبتمايزر انه ممكن نحن نستخدم decoupled decay، decoupled weighted decay اللي هو ادم دبليو في الاوبتمايزر، برضو انه هو ممكن يساعد. انا عندي بالضبط بدل الادم لا انا بحكي في الاوبتمايزر. نعم. الان فينا عندي دروب اوت. يبقى الطريقه الاولى انه انت ايش تسوي؟ تضيف ريجولايزرز. ريجولايزرز ايش انت عندك؟ انواع الريجولايزرز ال1 وال2. ال1 سكويرد، ال2 ال1 ابسولوت، ال2 سكويرد. والمور كومن حكينا انه سكويرد بسبب انه هذاك انه هي بتكون سبارس وانه بداش انه هي تروح باتجاه الزيروز. تمام. ممكن انه برضو انه تضيف الاوبتمايزر. تمام. والطريقة الثالثة انه انت تضيف الدروب اوت. ايش الدروب اوت؟ الدروب اوت بيتم تطبيقه على اللاير. من ايش بيتكون؟ من randomly drop out. بعمل drop out ل weight معينة. تمام؟ بمعنى انه هو بحطها لزيروس، بصفر كل اللي تعلمته انت. برضو نفس الفكرة انه كل اللي تعلمته النتورك بفركش الهيئة. هاي المعنى تبعه. تمام؟ يعني على سبيل المثال انت عندك weight vector 0.2, 0.5, 1.3, 8, 1.1. فبروح بشكل راندوم بيعمل دروب اوت ولا واحدة من الويتس هدول. اللي هو ايش؟ هاي هم عمل تصفير لهذا الاولانية وهاي بهذا الشكل. تمام؟ طبعا هذا الكلام بيخضع انت عندك لبروبابيليتي اللي هو الدروب الدروب ريت، انه كبروبابيليتي انه قديش يعمل دروب كل قديش مثلا. فبالتالي هذه ريفراكشن للدروب ريت بتكون بين 0.2 و 0.5. تمام. كيف تضيفها؟ الريجولايزيشن بتضيفه لللاير كباراميتر لللاير نفسه، لكن الدروب اوت بتضيفه كلاير منفصل. تمام. انه بياخذ نفس اللاير هذاك بس بيعمل دروب لبعض الويتس بريت معين. فبالتالي هذا الدروب اوت ريت. فبالتالي بعد الطبقة هذه ضفنا دروب اوت، بعد الطبقة هذه ضفنا دروب اوت، بعد كل طبقة تقريبا. تمام؟ ايش الايه؟ هذا الريت، هذا البارامتر الريت، وبحكي لك الريت هنا الفاليو تبعته بين 0.2 و 0.5. تمام؟ كل يعني انه يعني شو الريت اللي يعمل فيها دروب اوت؟ 0.5 انه يعني ريت اعلى من ال 0.2 انه ريت اقل زي هيك. طيب هذا الموديل ايش سميناه؟ دروب اوت موديل، وحطيناه من ضمن الهيستوري. والان بدنا نعمل له بلوت. بلوت مع مين؟ مين قررنا احسن واحد لغايه الان؟
الالتو تمام. فبدنا نشوف نقارنه في الالتو مع التايني اللي هو حكينا انه هو افضل واحد بدون ولا بدون اي اضافات بدون نكهات تمام. تعال اطلع معي. لحسن الحظ انه حاطين الدروب اوت بلونه كتير مغاير. اوكي طيب كيف بخربط اكتر من هداك؟ ليه؟ نفس لون اللون. نفس لون. انت بالنسبة لي بالنسبة لي لك لكن بالنسبة لي انا اوضح. اوكي طيب هو الفكرة في الموضوع في المنحنيات منحنيات الثلاثة انه انت عندك الترين والفاليديشن بتفرق. وين تفرقوا؟ هيهم تفرقوا هنا في التايني في ال2 هيهم تفرقوا هنا تمام. في الدروب اوت هيهم تفرقوا هنا بالضبط. فبالتالي هو وصل بدري تقريبا قبل ال200 هيو بدا يطلع انا عندي الفاليديشن ايرور. ولو انت قارنت انه النقطه هذه انه هذه اقل فاليديشن لوس وصلنا لها مع ال2 تقريبا نفس الشيء بدي اقول، ولكن انه ال2 الدروب اوت وصل لها قبل، الدروب اوت وصل لها قبل تمام. ولكن بالمقارنه مع التايني بالمجمل اكيد بطبيعه الحال الريجولايزيشن والدروب اوت التنين افضل من التايني تمام. طب ندمج التنين مع بعض نعمل ال2 مع دروب اوت. هاي اخر موديل الكومبايند موديل. ايش عملنا فيه؟ عملنا ريجولايزيشن كباراميتر في الريجولايزيشن كيرنل تمام، بالاضافه انه ضفنا وراء دروب اوت. وهذا نفس الشيء ال2 مع دروب اوت ال2 ودروب اوت ضفنا للهيستوري تمام. نيجي نطلع على الكومباين موديل. هجيت هذا التايني تمام، هجيت الكومبايند وينه؟ التايني هايو هذا هذا اللي لا ايوه هذا ال2 هذا ال2 تمام. هذا اللي في وي شويه اللي هو الكومبايند انه بده يتفرغوا من فوق حقيت هذا الداش لمين؟ للكومبايند متفرغ من البدايه قبل ال 200 هاي طلع العكس هاي كيف؟ لا ثاني مشكلة أنا الشاشة أصلاً عندي كتير. Thank you.
لاحظ انه انا بتحرك هنا انه التايني اللي بيتغير لانه فيش منحنيات للكومبايند ولا الال2 ولا الدروب اوت. تمام؟ كيف؟ الموبايل هنا تغير اللون تبعه للازرق، صار اقل يعني في البدايه اول ما تحرك المؤشر بيتحرك معه، اما الباقي كله الازرق. طيب لقيت هنا هذه الالوان تبعت ايش؟ الازرق الكومبايند هذا الكومبايند؟ ايوه الازرق هذا واضح الكومبايند ترين والفاليديشن تبعه وينه؟ الفاليديشن ازرق والترين تبعه برتقالي تمام. اجت الفاليديشن انه انت لما ضفت التو ريجولايزيشن انت وصلت لمرحلة هو طول عمره انه التريننج ايرور اقل من الفاليديشن ايرور بالضبط. لما انت ضفت الاثنين انه انت كل اللي بتعلمه بتفركش له اياه، كل اللي بتعلمه بتفركش له اياه بالطريقتين. تمام؟ فبالتالي هنا وصل انه الفاليديشن ايرور اقل من التريننج ايرور. هجيت اقل فاليديشن ايرور، هجيت هنا القيمه هذه يفترض ان تكون هي ظاهره فوق، فهي اف 11 شايف قديش انه عند النقطه هذه بالضبط الفاليديشن ايرور قديش 54. تمام؟ هيك احنا شفنا الكومبايند لحال. نيجي نقارنه مع مين؟ مع ال L2. واضح جدا انه الايرور تبع الكومبايند افضل من ال L2. او احنا لا مش ال2 بدنا نقارنه مع الدروب اوت. احنا قارنا الدروب اوت والكومبايند لقينا انه الدروب الدروب اوت وال2 لقينا انه الدروب اوت افضل صح؟ هي نعملها زي هيك. هي دروب اوت و وال2 هذه الدروب اوت انه وصل ل 57 هنا وهنا اقل حاجه 58، فالدروب اوت افضل. تمام؟ ووصل قبل، واضح جدا انه هو وصل قبل. تمام؟ انه هيو هذا اللون هذا هيو وبدا يطلع فوق، شايف؟ تمام؟ فهذه اقل قيمه 57، فبالتالي الدروب اوت افضل، فبدنا نقارنه مع ايش؟ مع الكومبايند. الدروب اوت افضل ليه؟ لا هنا 58.07 وهنا 8 انا بحكي على الفاليديشن وهنا 57. يعني هذه النقطة انت لاحظ لي انه هنا الكومبايند انه الفاليديشن انه هذا اقل. كيف؟ هو بالمؤشر انت وين صار التقاطع؟ يعني المفروض النقاط وين صار اقرب شيء لبعض؟ هو كان قبل بعدات بالنسبه للمؤشر. ماشي بس انه هنا مش التقاطع، لا مش التقاطع. انت اقل حاجه انت عندك في الدروب اوت قديش؟ 57، هيو رجع طلع يطلع ثاني. تمام؟ هيو شوف المنحنى هاي بدي امشي هيك بشكل عرضي.
تمام؟ هي الدروب اوت، شايف 58 طلع لي على الفاليديشن، مشيت هي وصار 57 57 94 بعديها رجع مرة ثانية 57 91 وبعديها رجعت مرة ثانية 58، فبالتالي أقل فاليديشن ايرور 58، بينما الكومبايند أقل شيء أنت عندك قديش؟ 54 فاليديشن، شايف؟ فبالتالي 58 أو 57 مقابل 54 الكومبايند أفضل، سيوصل له بعد بس هنا فاليديشن ايرور أقل، تمام؟ طيب عشان ألخص الموضوع، هنا عندي common ways عشان أعمل prevent ال overfitting للداتا. أول حاجة إنه get more data، أنت عندك في small data أكيد راح يصير في أنت عندك overfit، إنه data set صغيرة أكيد راح يحفظها، تمام؟ الشغلة الثانية إنه reduce the capacity of the neural network، كبرش النتورك كتير، يعني كل ما كبرتها أكثر بتزيد الكباسيتي تبعتها، بتصير في عندها فرصة للريجولايزيشن، تمام؟ بس مش إنه أنت تصل إنه لغاية إنه تكون كتير تو ماتش سمول، إنه أنت إنه ما عندهاش القدرة إنه هي تتعلم، وممكن إنه أنت تضيف ويت ريجولايزيشن، وحكينا إنه الكومون ألتو، وممكن تضيف دروب أوت، تمام؟ أو تعمل كومباينيشن بين هدول التنتين، تمام؟ في عندي أساليب تانية إنه نعمل data augmentation، data augmentation تضخيم البيانات، إنه نكبر البيانات، وهذه الشغلة إحنا هنشوفها في الصور، إنه لما تكون في أنت عندك صور صغيرة ومش قادر إنه أنت تجمع صور في دومين معينة بشكل كبير، فبتعملها augmentation، بس بتعمل شوية pre-processing على الصورة فبتكتر أنت عندك الإكزامبل، ممكن توصل لضعف أو ضعفين أو حتى لغاية 4 أضعاف، تمام؟ فأنت لو جمعت فقط 1000 صورة ممكن بالديتا اوجمنتيشن توصلها لغاية 4000، لو جمعت 5000 صورة ممكن بالاوجمنتيشن توصلها ل 20000، فبالتالي إنه كيف؟ لأنه كل ما كان إنه في تريننج أكثر فبكون إنه أفضل، بالضبط، تمام؟ بالإضافة للنورماليزيشن، النورماليزيشن إنه إحنا حكينا عليه في مثال سابق إنه أنت تعمل نورماليز للبيانات تبعك، تمام؟ موجودين، ما ركزنا على فيتشر سيلكشن او انه انا اعمل بري بروسيسنج، كلهم كانوا نيوميريك، تمام؟